السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم رح نشرح في درس جديد من دروس مادة العلوم للصف السابع الأساسي في رياض ومدارس جامعة الزرقاء. احنا ما زلنا بالوحدة السادسة بالفصل الثاني الأرصاد الجوية، واليوم إن شاء الله رح نبلش بالدرس الثاني اللي هو عناصر الطقس. كلياتنا يا سابع نتابع عادة النشرة الجوية وخصوصا بفصل الشتاء، بيهمنا نعرف حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة القادمة وخلال الأيام القادمة، لأنها بتأثر على حياتنا بشكل مباشر. إذا كنا مثلا عندنا مشوار معين أو حابين نطلع على منطقة معينة، بيهمنا نعرف شو حالة الطقس في تلك المنطقة، لأنه هذا الحكي راح يحدد لنا هل نطلع أو لا، هل الجو مناسب مثلا لو بدنا نطلع رحلة، لو بدنا نروح مشوار معين، هل الجو مناسب عشان نعمل هذا الإشي أو لا. وعلى مدى أبعد من هيك، بشكل عام معرفة الطقس أو حالة الطقس مفيد جدا لحركة الطيران مثلا. كثير في نسمع عن رحلات تأجلت بسبب حالة جو معينة، أو مثلا هذا الحكي بهم المزارعين، بهم يعرفوا شو درجات الحرارة المتوقعة، الرياح المتوقعة خلال الفترة القادمة، لأنه هذا الحكي بيأثر على شغلهم وعلى حياتهم بشكل كبير. إذا معرفة عناصر الطقس أو معرفة حالة الطقس المتوقعة بالفترات الجاية إشي بيأثر على حياتنا بشكل كثير كبير. كلياتنا بنتابع النشرة الجوية، وعادة بنسمع بالنشرة الجوية مصطلحات معينة، يمكن في أشياء مباشرة بنفهمها وفي أشياء لا لازم تتوضح لنا. بدرس اليوم إن شاء الله رح نفهم أكثر عن عناصر الطقس، رح نصير قادرين على تحليل النشرة الجوية بدقة أكبر ونفهم كل الحكي اللي هم بيحكوا لنا إياه. عادة لما يحكوا لنا بالنشرة الجوية بنسمع كلمات معينة، نسمع بيحكوا لنا مثلا درجة الحرارة المتوقعة في مدينة الزرقاء تساوي 20، بيحكوا لنا اتجاه الرياح يكون شمالي شرقي، سرعة الرياح مثلا 120 كيلومتر في الساعة. كل هذا الحكي مألوف وبنسمعه دائما بالنشرات الجوية، أو مثلا بيحكوا لنا يتوقع تشكل منخفض جوي أو مرتفع جوي. فبدرس اليوم إن شاء الله رح نتعرف على كل هاي العناصر، ورح نعرف كيف بتتشكل وشو آلية تكونها. أول عنصر وأهم عنصر من عناصر الطقس اللي هي درجة الحرارة. طبعا كلياتنا بنعرف انه درجة الحرارة بتختلف من منطقة الى منطقة اخرى، ممكن بعض المناطق ابرد من مناطق اخرى. دائما مثلا منطقة عجلون لانها منطقة جبلية، منطقة عالية، بتكون درجات الحرارة فيها نوعا ما معتدلة ومنخفضة. بالمقابل دائما منطقة الاغوار او منطقة البحر الميت بتكون درجات الحرارة فيها عالية. حتى بفصل الشتاء بتكون هاي المناطق درجة حرارتها معتدلة، ما بتكون باردة بشكل كبير. طب ليش هاي المناطق، ليش مثلا عجلون في أغلب الأوقات باردة ومنطقة الغور في أغلب الأوقات حارة؟ لأنه درجة الحرارة بتتأثر بمجموعة من العوامل. أول عامل من هاي العوامل اللي هو الارتفاع عن سطح البحر. بشكل عام كل ما كانت المنطقة مرتفعة أكثر بتكون درجة الحرارة فيها منخفضة. عشان هيك مثلا عجلون لأنها منطقة جبلية، منطقة مرتفعة بشكل كبير عن سطح البحر، فدائما بتكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبفصل الصيف بتكون معتدلة. وحتى بفصل الشتاء مثلا بنلاحظ وين أكثر تشكل للثلوج، بيكون بمنطقة عجلون أو بالمناطق الجبلية العالية. فكل ما كانت المنطقة مرتفعة أكثر عن سطح البحر بتكون المنطقة درجة الحرارة فيها منخفضة أكثر. بالمقابل دائما بتلاحظوا مدينة العقبة مثلا، دائما درجات الحرارة فيها مرتفعة، فصل الصيف بتكون مرتفعة بشكل كبير، وفصل الشتاء بتكون معتدلة ودافئة. ليش؟ لأنها منخفضة أكثر. إذن أول عامل بتعتمد عليه درجة الحرارة اللي هو الارتفاع عن سطح البحر، فكلما كانت المنطقة مرتفعة أكثر عن سطح البحر تكون درجة حرارتها منخفضة، كل ما ارتفعنا لأعلى بتقل درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة بتتغير ما بين الليل والنهار، عادة الليل بيكون أبرد من النهار. بالنهار لأنه بتكون الشمس طالعة بتكون حرارتها واصلتنا، فبتكون درجات الحرارة أعلى. كيف بيقيسوا درجات الحرارة؟ طبعا احنا عنا محطات رصد جوي منتشرة في كل مناطق المملكة، هم اصلا اللي بيعملوا لنا نشرة الجوية. في كل المحافظات في عنا محطات للرصد الجوي بيقيسوا درجات الحرارة بميزان الحرارة اللي انتم بتعرفوه، بيسجلوها عند ارتفاع على ارتفاع مترين عن سطح البحر. يعني هسه هم لما يجوا يقيسوا درجة الحرارة ما بيحطوا ميزان الحرارة على الأرض وبيقيسوا درجة حرارته، لأنه في هاي المنطقة بيكونوا قاعدين بيقيسوا درجة حرارة الأرض، وإحنا ما بدنا درجة حرارة الأرض، إحنا بدنا درجة حرارة الهواء. بالتالي بيكون
ميزان الحرارة معلق على ارتفاع مترين عن سطح الأرض عشان يقيس درجة حرارة الهواء. كلياتكم تعرفوا يا سابع آلية تسخين سطح الأرض، لأن لما تطلع الشمس خلال النهار تقوم الشمس بتسخين سطح الأرض، بعدين سطح الأرض هو اللي بيسخن الهواء الملامس إله. فالهواء بياخد حرارته من الأرض مش من الشمس، الشمس بتسخن سطح الأرض، بعدين سطح الأرض بيسخن الهواء الملامس إله. إحنا درجة الحرارة اللي بنحس فيها هي درجة حرارة الهواء الجوي، بالتالي بيقيسوا درجة الحرارة بموازين الحرارة المعلقة على ارتفاع مترين عن سطح الأرض. طبعا ما بيقيسوا درجة الحرارة مرة واحدة بالنهار أو مرة واحدة باليوم، بيقيسوها عدة مرات، هي بالضبط 8 مرات خلال اليوم الواحد، لأنها بتتغير. يعني درجة الحرارة مثلا في ساعات الصباح الباكر تختلف عن الظهر، تختلف عن العصر، تختلف عن المساء. فكل وقت من هاي الأوقات بيقيسوا فيها درجات الحرارة عشان يعرفوا تقريبا هذا اليوم إيش راح تكون فيه درجات الحرارة. ثاني عنصر من عناصر الطقس اللي هو الضغط الجوي. قبل ما نحكي عن الضغط الجوي خلينا نراجع مفهوم الضغط. طبعا الفصل الأول أنتوا أخذتوا مفهوم الضغط وعرفتوا أنه هو القوة المؤثرة في وحدة المساحة، هذا كمصطلح فيزيائي تعريفه هو القوة المؤثرة في وحدة المساحة. أخذتوا كمان الوحدات اللي يقاس فيها الضغط اللي هي وحدة باسكال أو وحدة نيوتن لكل متر مربع. طبعا الرمز هذا اللي أنتوا شايفينه يا سابع، هذا الرمز هو عبارة عن متر مربع، بس الكيبورد ما بيجي عليه التربيع أو أس 2 فبنكتبها بهاي الطريقة. فوحدة نيوتن لكل متر مربع أو باسكال، هاي الوحدات اللي يقاس فيها الضغط كمصطلح فيزيائي. الآن إحنا راح نحكي عن مصطلح جديد اللي هو مصطلح الضغط الجوي. بدنا نفترض شغلة يا سابع، لو أنا الآن إجيت على منطقة معينة من سطح الأرض ومديت عمود افتراضي، عمود أو أنبوب، مديت أنبوب افتراضي بينطلق من سطح الأرض إلى نهاية الغلاف الجوي. بعيد كمان مرة، بدي أفترض هاي الفرضية إنه أنا جبت أنبوب مديته من سطح الأرض إلى نهاية الغلاف الجوي. هذا الأنبوب شو راح أحط فيه أو شو راح يكون فيه؟ راح يكون فيه هواء جوي، الهواء العادي. الآن وجبت هذا الأنبوب ووزنت الهواء اللي بداخله، طبعا هذا الحكي كلياته افتراض، ووزنت الهواء الموجود داخل هذا العمود كلياته. شايفين وزن الهواء اللي راح يطلع معاي؟ هاي هي قيمة الضغط الجوي على وحدة المساحة أو على على مساحة المنطقة اللي أنا مديت منها العمود. بعيد كمان مرة، لو افترضت أنه أنا جبت عمود زي هيك مديته من سطح الأرض إلى نهاية الغلاف الجوي، لآخر طبقة من طبقات الغلاف الجوي، هذا العمود شو محطوط فيه؟ محطوط فيه هواء جوي، فوزنت هذا الهواء الجوي الموجود جوا العمود. قيمة وزن الهواء الجوي هو عبارة عن الضغط الجوي المؤثر على وحدة المساحة اللي أنا أخذت منها العمود. إذا الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الممتد من سطح الأرض إلى نهاية الغلاف الجوي على وحدة المساحة، يعني وزن هذا العمود وعبارة عن قيمة الضغط الجوي على هاي المساحة فقط، مش هون ولا هون، فقط في هاي المساحة اللي هي اللي بينطلق منها العمود. إذا الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الممتد من سطح الأرض من هون إلى نهاية الغلاف الجوي على وحدة المساحة. هذا الضغط الجوي شو بيفيدنا؟ احنا بنحكي عن عناصر الطقس، هذا الضغط الجوي شو بيفيدنا؟ الآن رح نعرف. أول شيء لازم نعرف العوامل اللي بتأثر في الضغط الجوي. أول عامل بيأثر بالضغط الجوي اللي هو الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر. زي ما حكينا عن درجة الحرارة يا سابع، كل ما ارتفعنا إلى أعلى رح تتغير درجة الحرارة، ما رح تضل ثابتة، كل ما انخفضنا إلى أسفل كمان رح تتغير درجة الحرارة، ما رح تضل ثابتة، وكذلك الضغط الجوي. طلعوا معاي الآن على هاي الرسمة، لاحظوا لو أنا أخذت عمود اللي هو اللي بيقيس لي الضغط الجوي، لو أنا أخذته من قمة هذا الجبل ولو أخذته من سطح البحر، هل وزن هذا العمود اللي أنا أخذته من سطح البحر رح يكون نفس الوزن اللي أخذته من قمة الجبل؟
أكيد لا، ليش؟ لأنه هون هذا العمود ممتد من قمة الجبل إلى نهاية الغلاف الجوي، فهو طوله أقصر. لاحظوا، هو من هون لهون ممتد. لو افترضت أنه هذا طوله لنهاية الغلاف الجوي، مين أقصر، هذا العمود ولا هذا العمود؟ أكيد العمود الممتد من قمة الجبل أقصر، بالتالي أكيد وزنه رح يكون أقل، بالتالي الضغط في هاي المنطقة، الضغط الجوي في هاي المنطقة رح يكون أقل من الضغط الجوي في هاي المنطقة. ليش؟ لأنه لاحظوا العمود هذا ما أطوله، هذا العمود أطول، بالتالي وزنه أكبر، بالتالي الضغط الجوي عند سطح البحر يكون أعلى من الضغط الجوي على قمة هذا الجبل، لأنه وزن عمود الهواء على قمة الجبل أقل من وزن عمود الهواء على سطح البحر، بالتالي يقل الضغط الجوي كل ما ارتفعنا عن سطح البحر، يعني كل ما زاد الارتفاع عن سطح البحر بقل الضغط الجوي، لأن طول عمود الهواء يقل. طلعوا هذا العمود قصير، هذا العمود طويل، هذا العمود وزنه خفيف، هذا العمود وزنه أكبر، بالتالي هون الضغط الجوي أقل من الضغط الجوي هون. ثاني عامل بيعتمد عليه الضغط الجوي اللي هو الحرارة. الآن في عندي منطقة على سطح الأرض دافئة ومنطقة أخرى باردة، هل المنطقة الباردة والمنطقة الدافئة لهم نفس قيم الضغط الجوي؟ لما ترتفع درجة الحرارة بشكل عام، إذا بتتذكروا لما أخذنا أثر الحرارة على الغازات، لما ترتفع درجة الحرارة في منطقة معينة شو بيصير بالهواء الجوي الموجود في تلك المنطقة؟ لما ترتفع درجة الحرارة في منطقة معينة يا سابع، بيسخن الهواء الملامس لهذيك المنطقة. مثلا إحنا عنا في الزرقاء درجة الحرارة بكرة مرتفعة، بالتالي الهواء الجوي الموجود فوق منطقة الزرقاء رح يكون ساخن، بيسخن الهواء الجوي. لما يسخن الهواء الجوي، الغازات لما تسخن شو بيصير فيها؟ تتمدد. شو بيصير بجزيئاتها؟ بتتباعد عن بعضها البعض. طيب لما تتباعد جزيئاته عن بعضها البعض شو بيصير بكثافته؟ بتقل كثافة هذا الغاز أو هذا الهواء الجوي. بالتالي افترضوا انه انا عندي هذا الصندوق في هذا العدد من الجزيئات، وعندي هون هذا الصندوق في هذا العدد من الجزيئات، مين بتتوقع وزنه اخف؟ اكيد هذا الصندوق اللي هو فيه عدد جزيئات اقل. فبالتالي هون في المناطق اللي بترتفع فيها درجة الحرارة يكون الضغط الجوي اقل، لانه وزن عمود الهواء في المناطق الحارة يكون اقل. بعيد كمان مرة، ثاني عامل بيعتمد عليه قيمة الضغط الجوي هو الحرارة في تلك المنطقة. فلما ترتفع درجة الحرارة في منطقة معينة بيسخن الهواء الملامس لهاي المنطقة، فبيتمدد هذا الهواء وبتتباعد جزيئاته وبتقل كثافته، بالتالي وزن عمود الهواء بقل، فالضغط بيكون أقل. بالضبط بدي أفترض أنه هذا عبارة عن صندوق وفيه هذا العدد من الجزيئات، وعندي هذا الصندوق في هذا العدد من الجزيئات، مين رح يكون وزنه أقل؟ أكيد هذا الصندوق اللي فيه عدد جزيئات أقل، وهذا هو الصندوق اللي يمثل المنطقة الحارة، لأنه جزيئات الهواء بيكون فيها عددها أقل، بالتالي بيكون وزنه أقل. فعند ارتفاع درجة الحرارة بتتباعد جزيئات الهواء عن بعضها البعض، بتقل كثافته فيصبح وزن عمود الهواء أقل فيقل ضغطه. والعكس صحيح كمان، لما تنخفض درجة الحرارة شو رح يصير بالهواء الجوي اللي هو عبارة عن غاز؟ رح يتقلص، بالتالي رح تقترب الجزيئات من بعضها البعض، بالتالي رح يزيد كثافته، بالتالي رح يزيد وزنه، فبيكون الضغط الجوي عندي أكبر. فالمناطق الحارة بيكون الضغط الجوي فيها أقل من المناطق الباردة. إذا أنا في عندي عاملين بيأثر فيهم الضغط الجوي، اللي هو الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر. حكينا كل ما ارتفعنا عن سطح البحر بقل الضغط الجوي، لأنه وزن عمود الهواء بقل. وثاني عامل هي الحرارة، فكلما ارتفعت درجة الحرارة في منطقة معينة بيكون الضغط الجوي فيها أقل. الآن كيف بيقيسوا الضغط الجوي؟ هل فعلياً بيروحوا بيقيسوا وزن عمود الهواء؟ أكيد لا. كيف بيقيسوا الضغط الجوي؟ عندنا جهازين مستخدمين في قياس الضغط الجوي. أول جهاز اللي هو الباروميتر الفلزي، اللي هو هاي صورته،
هذا بس يحطوه في منطقة معينة، مباشر المؤشر بيأشر لهم على الضغط الجوي في تلك المنطقة. وفي عندنا الباروميتر الزئبقي، انتم مش مطالبين بآلية عمل هاي الأجهزة بس معرفة أسمائها. الباروميتر الزئبقي برضه بيستعمل الزئبق وبيأشر على قيمة الضغط الجوي في تلك المنطقة. رح تسألوا حالكم سؤال الآن، قيمة معرفة قيمة الضغط الجوي شو بتفيدنا عشان نعرف حالة الطقس؟ أنا لحد الآن ما عرفت حالة الطقس من قيم الضغط الجوي. بدي إياكم تطلعوا يا سابع على هاي الخريطة أو هاي الرسمة الموجودة عندكم، هي رسمة مألوفة دائما بنشوفها بنشرات الجو، عادة بيجيبوا لنا هاي الرسمة، ويمكن مش كلنا فاهمين إيش يعني هاي الرسمة، إيش يعني هاي الخطوط، إيش يعني هاي الأرقام. بدي تلاحظوا معي شغلة الآن، الرسمة هاي هي عبارة عن مجموعة من المنحنيات المغلقة اللي هي يعني دوائر. لاحظوا هاي دائرة وهي دائرة، هي الرسمة عبارة عن مجموعة من المنحنيات المغلقة، وكل منحنى من هاي المنحنيات لاحظوا مكتوب عليه رقم. شو هذا الرقم يا سابع؟ هذا الرقم هو عبارة عن قيمة الضغط الجوي اللي أخذوها في ذلك اليوم، يعني هاي الخريطة مرسومة ليوم معين، وقيمة الضغط الجوي كانت في هاي المنطقة اللي هي في جنوب قارة آسيا. هاي المنطقة كانت قيمة الضغط الجوي فيها 1014، المنطقة اللي بعديها كانت قيمة الضغط الجوي فيها 1010، المنطقة اللي بعديها كانت قيمة الضغط الجوي فيها 1006، وهكذا لحد ما نوصل لهون. طيب فهمنا انه هذا الرقم هو عبارة عن قيمة الضغط الجوي. طب هاي الخطوط شو معناها؟ لما اجوا يرسموا هاي الخريطة يا سابع، قاسوا الضغط الجوي في هاي المنطقة، وردوا قاسوا الضغط الجوي في هاي المنطقة، وهون وهون وهون. لاحظوا معاي شغلة، لاحظوا انه كل المناطق اللي بيوصل فيها هذا الخط، يعني كل المناطق اللي قاسوها هون وهون 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 لها نفس قيمة الضغط الجوي اللي هو 1014، فوصلوها كلها مع بعضها البعض بخط منحني زي هيك. يعني قاسوا قيمة الضغط الجوي هون، هون تقريبا بتيجي شمال فلسطين، قاسوا قيمة الضغط الجوي طلعت 1014، ردوا قاسوها في وسط الأردن طلعت 1014، قاسوها في جنوب الأردن طلعت 1014، قاسوها في وسط المملكة العربية السعودية طلعت 1014، وهون وهون وهون. جميع النقاط الموجودة على هذا الخط تحمل نفس قيمة الضغط الجوي، فبدل ما يكتبوا هون 1014 وهون 1014 وهون 1014، وصلوها كل هاي المناطق بخط واحد، فأنا مباشرة رح أفهم أنه كل النقاط، جميع النقاط التي تقع على هذا الخط تحمل نفس قيمة الضغط الجوي، وكذلك الخط اللي وراه اللي هو 1010، جميع النقاط الموجودة على هذا الخط الأبيض اللي مكتوب عليه رقم 1010 إلها قيمة ضغط جوي واحدة اللي هي 1010، وكذلك 1006 1002 وهكذا. وهون نفس الحكي، لاحظوا مثلا الضغط الجوي 1030، كل المناطق اللي موجودة على هذا الخط الأبيض اللي مكتوب عليه 1030 ضغط قيمة الضغط الجوي فيها تساوي 1030، وكذلك الخط اللي وراء واللي وراء واللي وراء وهكذا. ولما كملوا الرسمة كلياتها ووصلوا بين كل المناطق اللي إلها نفس قيمة الضغط الجوي بخط واحد، طلعت معهم هاي الخريطة. شايفين هاي الخطوط يا سابع؟ هاي اسمها خطوط تساوي الضغط الجوي، لأنها تصل بين جميع النقاط ذات الضغط الجوي المتساوي. كل خط بيمثل ضغط معين، ويكتب على هذا الخط قيمة الضغط الجوي. بدل ما أنا في كل النقاط هون مثلا أكتب 1014، خلص كتبتها مرة واحدة بتمثل كل المناطق اللي بمر فيها هذا الخط الأبيض. الآن بدي تلاحظوا معي شغلة يا سابع، لاحظوا معي قيم الضغط الجوي كل ما اتجهنا للداخل أو لمركز هاي الرسمة قيم الضغط الجوي بتتغير. هسه هون كانت 1014 صارت 1010 1006 1002، شو قاعد بصير بقيم الضغط الجوي هون؟ قاعدة بتقل، بالتالي وصلت أقل نقطة عندها هون في مركز الرسمة أو في مركز الخريطة، وحطيت حرف L،
شو يعني حرف ال؟ ماذا يمثل حرف ال؟ هسه رح نعرف. لاحظوا معاي هون في المنطقة الأخرى، كانت قيمة الضغط الجوي 1018، صارت 1022، بعدين 1026، بعدين 1030. كانت قيم الضغط الجوي في هاي الحالة كل ما اتجهنا نحو المركز بتزيد، وهون كانت قيم الضغط الجوي كل ما اتجهنا نحو المركز بتقل. طب ليش هون في هاي الحالة بتقل وهون في هاي الحالة بتزيد؟ بلاحظ الراصد الجوي في هاي الحالة لما يرسم هاي الخريطة ويخلصها ويبدأ يلاحظ قيم الضغط الجوي، رح يعرف شو المعلومة رح يستنتجها من هاي الخريطة. رح يعرف كلما اتجهنا نحو المركز وكانت قيم الضغط الجوي بتقل، بيعرف انه في هاي المنطقة رح يتشكل عندي منخفض جوي. منخفض جوي كلنا عارفين شو يعني منخفض جوي، يعني بتقل درجات الحرارة، ممكن يتساقط الأمطار، ممكن تزيد حركة الرياح. منخفض جوي يعني بصير في حالة من عدم الاستقرار الجوي. أما إذا لاحظ أنه مثلا زي هاي المنطقة كل ما اتجهنا نحو المركز كانت قيم الضغط الجوي بتزيد، رح يعرف أنه في هاي المنطقة رح يتشكل عندي مرتفع جوي. شو يعني مرتفع جوي؟ يعني بيكون الجو مستقر والسماء صافية وما بيكون في عندي غيوم. لاحظوا برضو على هاي الرسمة، نعتبرها أنها هي خريطة، لاحظوا على هذا الخط كانت قيم الضغط الجوي 1016، على الخط اللي وراه صارت 1012. إذن القيم بتقل كل ما اتجهنا نحو المركز، معناته شو رح يتشكل عندي؟ رح يتشكل منخفض جوي. اذا كلما قلت قيم الضغط الجوي كلما اتجهنا نحو المركز، معناته رح يصير عندي منخفض جوي، وبرمز له بالرمز ال. ال يعني low pressure. low pressure معناته ضغط جوي منخفض، معناته منخفض جوي. منخفض جوي يعني حالة من عدم الاستقرار الجوي. بالمقابل هون كانت هذا الخط 1020، بعدين 1024، بعدين 1028. فأنا كل ما بتجه نحو المركز قيم الضغط الجوي ترتفع. شو معنى أنه قيم الضغط الجوي بترتفع؟ معناته هون رح يتشكل عندي مرتفع جوي، والمرتفع الجوي برمز له بالرمز H اللي هو High Pressure. فبيكون الجو مستقر والسماء صافية وما بيتشكل عندي غيوم، يعني ما في احتمالية تشكل الأمطار أو أي نوع من أنواع الهطول. إذا من خرائط قيم الضغط الجوي أنا بقدر أستنتج أنه في هاي المنطقة رح يصير عندي منخفض جوي وفي هاي المنطقة رح يصير عندي مرتفع جوي. فالمرات الجاي لما بتحضروا النشرة الجوية، لما تشوف حرف L على النشرة الجوية رح تكون فاهم أنه معناته في هاي المنطقة اللي عندها حرف L رح يتشكل عندي منخفض جوي، في هاي المنطقة اللي فيها حرف H رح يتشكل عندي مرتفع جوي. ثالث عنصر من عناصر الطقس يا سابع اللي هو الرياح. دائما بنسمع بنشرات الجو بيحكوا وتكون الرياح مثلا شمالية غربية وسرعتها مثلا 120 أو 100 أو 60، شو ما كانت سرعتها عالية أو سرعتها منخفضة. عمرك سألت حالك كيف تتشكل الرياح؟ أول إشي لازم نتفق عليه مفهوم الرياح. شو هي الرياح؟ الرياح يا سابع هي عبارة عن هواء متحرك، يعني الهواء لما يتحرك، الهواء الجوي نفسه لما يتحرك من منطقة إلى أخرى بسرعة معينة بيصير اسمه رياح. طيب كيف تتشكل هاي الرياح؟ أكيد في عنا مناطق على سطح الأرض درجة حرارتها مرتفعة ومناطق أخرى درجة حرارتها منخفضة في نفس الوقت. في عندي مناطق حارة وفي عندي مناطق باردة في نفس الوقت. فلما ترتفع درجة الحرارة في منطقة معينة، لما ترتفع درجة الحرارة شو رح يصير بالهواء الجوي في تلك المنطقة؟ رح يتمدد، بيتمدد الهواء الجوي. لما يتمدد الهواء الجوي شو رح يصير؟ جزيئاته رح تتباعد عن بعضها البعض، بالتالي شو رح يصير بكثافته؟ رح تقل. والهواء لما تقل كثافته شو بيصير فيه؟ رح يصعد إلى أعلى. لما يصعد إلى أعلى شو بيشكل لي يا سابع؟ بيشكل تيارات حمل صاعدة. بعيد كمان مرة، لما ترتفع درجة الحرارة الهواء بيتمدد تتباعد جزيئاته عن بعضها البعض فبتقل كثافته. لما تقل كثافته بيصعد إلى أعلى على شكل تيارات حمل صاعدة. شو بيتشكل عندي في هذيك المنطقة؟ شو بيصير بقيم الضغط الجوي في هذيك المنطقة؟ رح تقل قيمة الضغط الجوي، لأنه رح يقل وزن عمود الهواء، لأنه الهواء تمدد وتباعدت جزيئاته عن بعضها البعض. بالتالي رح يصير عندي منطقة ذات ضغط جوي منخفض، قيم الضغط الجوي في تلك المنطقة رح تنخفض. بينما في منطقة أخرى في نفس الوقت رح تكون درجة الحرارة منخفضة أو تنخفض درجة الحرارة،
طب لما تنخفض درجة الحرارة شو بيصير بالهواء الجوي؟ رح يتقلص، فرح تقترب جزيئاته من بعضها البعض، فكثافته شو رح يصير فيها؟ رح تزداد كثافته. لما الهواء الجوي تزداد كثافته شو بيصير فيه؟ رح يهبط إلى الأسفل. شو بيشكل لما يهبط إلى الأسفل؟ بيشكل تيارات حمل هابطة. كل هاي المعلومات وارد معكم من قبل وبتعرفوها. طيب لما يشكل تيارات حمل هابطة أو لما يتقلص وتزيد كثافته، شو رح يصير بقيم الضغط الجوي في تلك المنطقة؟ رح تزيد طبعا، لأنه زادت الكثافة بالتالي وزن عمود الهواء زاد، بالتالي الضغط الجوي رح يزيد. فالهواء اللي بيكون موجود في المنطقة ذات الهواء الجوي المرتفع، ذات الضغط الجوي المرتفع، شو رح يصير فيها؟ الآن هواء وقع عليه ضغط كبير، شو بده يعمل؟ بده يهرب. فبيبدأ الهواء يهرب مباشرة من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض. فبيبدأ يتحرك الهواء أفقيا من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض، لأنه هون وقع عليه ضغط كبير بده يهرب من هذا الضغط. فبيبدأ يتحرك الهواء من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض، فتتكون الرياح. بعيد كمان مرة، في عندي منطقة ارتفعت درجة حرارتها ومنطقة أخرى انخفضت درجة حرارتها. هون لما ارتفعت درجة حرارة هاي المنطقة تمدد الهواء فيها وبيرتفع إلى أعلى على شكل تيارات حمل صاعدة، فبتشكل منطقة ذات ضغط جوي منخفض، بينما في منطقة أخرى بتكون الحرارة منخفضة فيتقلص الهواء ويهبط إلى أسفل على شكل تيارات حمل هابطة. فبعدين بيبدأ الهواء يتحرك من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض، فتتحرك الرياح أفقيا وبيتحرك الهواء أفقيا وبتتشكل الرياح. طبعا كل ما كان فرق الضغط بين المنطقتين أكبر كانت سرعة الرياح أكبر. يعني لو هاي المنطقة الضغط الجوي فيها، هون الضغط الجوي فيها عالي جدا، وهاي المنطقة الضغط الجوي فيها منخفض جدا، تكون سرعة حركة الرياح أكبر. فهذا الإشي اللي بيساعد إنه تزيد سرعة الرياح أو تقل، اللي هو فرق قيم الضغط بين المناطق، المنطقة اللي بتيجي منها الهواء والمنطقة اللي بتوصل لها. كيف بنقيس الهواء؟ أجهزة قياس الهواء أو الرياح هم اثنين. أول جهاز اللي هو الأنيموميتر بسميه، هذا الجهاز زي ما أنتوا شايفين هيك شكله، لما تهب الرياح بيبدأ يتحرك، هاي الأذرع ثلاث بتتحرك وتقاس سرعة حركتها. هذا الجهاز نفسه بيقيس سرعة الحركة، وسرعة الحركة بتمثل سرعة الرياح. طيب إحنا هيك قسنا سرعة الرياح وعرفنا أنه هي مثلا 120 أو 100 أو 60 أو شو ما كان. طب كيف أنا بدي أحدد اتجاه الرياح؟ نستعمل جهاز آخر اللي هو اسمه جهاز السهم الدوار. برضو لما تهب الرياح بتهب وبتحرك هذا الطرف العريض للسهم، بيبدأ يلف هذا السهم، بيبدأ يدور. بعدين لما يثبت بيكون اتجاه السهم هون بيشير لاتجاه الرياح. فمثلا كان هذا السهم بيشير لمنطقة الشمال، فبنعرف إنه الرياح شمالية. إذا كان بيأشر لمنطقة الشرق نعرف إنه الرياح شرقية. إذا مثلا أشر أو وقع بين منطقتين مثلا بين الغرب والشمال، رح نعرف إنه الرياح شمالية غربية أو جنوبية شرقية وهكذا. الآن نحل أسئلة الكتاب صفحة 139. السؤال الأول، املأ المخطط الآتي. طالب منك أربع شغلات. أولا تعريف الضغط الجوي، حكينا الضغط الجوي هو وزن عمود الهواء الممتد رأسيا من سطح الأرض إلى نهاية الغلاف الجوي عموديا على وحدة المساحة. اثنين، الأجهزة المستخدمة في قياس الضغط الجوي، حكينا هم جهازين، الباروميتر الفلزي والباروميتر الزئبقي. ثلاث، الوحدات المستخدمة في قياس الضغط الجوي، حكينا إما باسكال أو نيوتن لكل متر تربيع. رابع شغلة، العوامل المؤثرة في الضغط الجوي اللي هو إما الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر والحرارة، هي العوامل اللي بتغير بقيم الضغط الجوي. سؤال اثنين، فسر لماذا تشعر بطنين في الأذنين عندما تكون في سيارة متجهة نزولا إلى البحر الميت؟ كلياتنا بنلاحظ هاي الظاهرة لما نكون مثلا نازلين لمنطقة منخفضة زي منطقة البحر الميت، أو طالعين لمنطقة مرتفعة زي مثلا عجلون،
بتشعر انه اذنك مسكره او في وشه او في طنين بالاذن. شو سببها؟ طبعا لما نكون نازلين مثلا لمنطقه البحر الميت هي منطقه منخفضه، بالتالي شو وزن عمود او شو قيم الضغط الجوي في منطقه البحر الميت؟ رح تكون مرتفعه، فضغط جوي مرتفع، بالتالي وزن عمود الهواء اللي واقع على اذنك وانت نازل باتجاه البحر الميت رح يكون كبير، وضغط جوي انت مش متعود عليه، بالتالي رح تشعر انه اذنك مسكره او تشعر بطنين في الاذن. ليش؟ لانه بسبب زياده الضغط، لانه هي منطقه منخفضه فالضغط فيها اعلى، وهذا الضغط انت مش متعود عليه، جسمك مش متعود عليه، بالتالي رح تشعر فيه. هسا الناس اللي بيكونوا مثلا عايشين في نفس البحر الميت ما بيشعروا طول الوقت بطنين في الاذن، لانه خلص جسمه متعود على قيمه الضغط، ضغط الهواء الجوي في هاي المنطقه. بس لانه انت مثلا ساكن في منطقه ضغط جوي اقل، بالتالي لما تنتقل لمنطقه فيها ضغط جوي اعلى رح تشعر في هذا الطنين، او رح تشعر بتغير الضغط الجوي، بالتالي تشعر بطنين الأذن بسبب ارتفاع الضغط الجوي، لأنه كلما قل الارتفاع عن سطح البحر بيزيد الضغط الجوي. وهذا كان ببساطة مفهوم عناصر الطقس. ياريت أي حد عنده أي سؤال أو في أي نقطة ما فهمتوها ياريت تكتبوا ليها في التعليقات، ويعطيكم ألف عافية.